نظمت جمعية لونها بالأمل الملتقى الفني الرابع للجمعية، والذي كان بعنوان الطريق الملوكي للفنون التشكيلية، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين ومجموعة من أطفال متلازمة داون والتوحد. وقد قام الفنانون المشاركون بالملتقى بتصميم لوحات فنية تم رصد ريعها للأطفال الأكثر احتياجاً، وذلك لمساعدتهم في تنمية مواهبهم والتعبير عن أنفسهم بممارسة الفن وتنمية الحس الجمالي لديهم لغاية دمجهم في المجتمع. الملتقى الفني الرابع الطريق الملوكي للفنون التشكيلية هو ملتقى يجمع ما بين الفنان الأردني وأيضا أطفال متلازمة داون والتوحد، ودائما أطفال اللي بتمتعوا في فئة معينة تحتاج إلى دعم. بنحب نقيم هيك ملتقيات فنية لأنه مشاريعنا دائما بتكون هي مشاريع إنسانية وطنية فنية تهدف لخدمة المجتمع وخدمة أكثر فئة بحاجة لدعم في هذا المجتمع هن الأطفال. هدف الملتقى هو مشاركة نخبة من الفنانين لرسم لوحات فنية. بالملتقيات القادمة رح يتم جمع اللوحات كاملة لنبيعها لحصاد ريعها لدعم الأطفال الأكثر احتياجاً، والمهم كمان مشاركة القطاع الخاص بدعم الجمعية بهدف استمرارية طبعاً الملتقيات القادمة. بنفس الوقت بنحاول قد ما بنقدر انه احنا ندمج اطفال التوحد واطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع ونحسسهم انه هم عنصر اساسي ومهم في هذا المجتمع. فشكرا لكم على التغطيه، وان شاء الله بيكون لقدام اهداف الجمعيه ورؤيتها واضحه للجميع عربيا وعالميا باذن الله.